السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم مجددا في قطف. معكم أحمد شفيق مدرب الأصوات والمقامات، والنهاردة حلقة جديدة من ترشيحات الأستاذ وليد الحفني من أقرب المتابعين لبرنامجنا. طبعا نشكر الأستاذ وليد على اقتراحه الأكثر من رائع، والاقتراح ده لفضيلة الشيخ هاشم هيبة، وده إن دل على شيء فيدل على إن الأستاذ وليد سميع تقيل، ومش بس سميع تقيل، ده ذواق جدا وأكرم من الكرم وكله ذوق. وأنا مش هقول هو عمل معايا شخصيا إيه، خليها حاجة بيني وبينه وبينه وبين ربنا. يلا نبدأ نسمع قطفة اليوم، وقطفة اليوم هي عدة مقتطفات، هي تلاوة واحدة لما تيسر من سورة الإسراء والقيامة. هسيب لكم رابط التلاوة كاملة في التعليقات. احنا هنقتطف منها بعض المقاطع اللي هتعرفنا مين هو فضيلة الشيخ هاشم هيبة. يلا نسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. الله الله الله، استهلاله من درجة الصول، جاوبنا احنا من درجة الصول في الأكتاف الثالث، يعني ذوي الأصوات الغليظة أو المتوسطة لما يجوا يبدأوا كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو بدأ من الجواب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهو خامد صوته من الأصوات الحادة لما بدأ من الصول جواب. هيودينا فين؟ تعال نسمع. ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه أجمل من الجمال وأروع من الروعة. وطبعا كان على مقام البياتي وركز ركوزات جميلة جدا على الأجناس الداخلية لمقام البياتي. لاحظنا النفس الطويل هو لسه في الاستهلال، ولاحظنا العرب السريعة جدا المشابهة لعرب الشيخ محمد رفعت. هننتقل لموضوع آخر في التلاوة ونسمع. من قبل أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا.
طبعا ده مقام الرست. انتقل من مقام الرست الى مقام الحجاز كار، ودي نقلة اجمل من الجمال. وانتقلوا منين؟ من جوابه مش من قراره. والقفلة هنا قفلة ناقصة، هو هيكررها تاني واحنا هنسمعها منه تاني. الله، انا نفسي فيها قفله تامه مش قفله ناقصه. هي دي القفلة التامة اللي أنا كنت مستنيها. مقاما محمودا، نزل لقرار المقام. زال في مقام الحجاز كار. طب انا راضي ذمتكم، هو لو مش عارف وبيعمل ايه وعمالين يقولوا له عيد ويعيد بنفس الكيفيه، كان هيقدر يعيد بنفس الاتقان ده؟ يعني انا واحد مش عارف فين شارع الهرم، رحته مره صدفه، فواحد طلب مني ان انا اروح شارع الهرم تاني، هعرف اروحه بالسهوله دي؟ لا، لازم هسال والف وادور واحتار شويه، الا لو انا عارفه. فهو عارف هو بيعمل ايه كويس قوي. نكمل. الله يبارك فيك. 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 الله يبارك فيك
وعاد مرة أخرى إلى مقام الرصد حيث كان، يعني هو عمل الرصد بعد كده راح لجواب الحجاز كار ورجع التاني للرصد. الله. وقل جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله، قرار موجود اهو، ما بدأش بيه ليه؟ لأنه عامل لنفسه مدرسة وعامل لنفسه منهج وعارف هيبدأ منين ويروح فين. خلاصة الكلام، خد مني وما تدورش وراي. ناخد مقطع تاني من نفس التلاوة طبعا اللي كلها روائع، ولما خلص الحلقة ادخلوا نشوفوها كم مقطع من نفس التلاوة ونشوف هيقول فيه ايه. هتروح فين يا عم الشيخ هاشم؟ هتروح بينا فين؟ الجمهور ليه حق يتجنن. راح لمقام السيكا، وانتقالاته زي ما بنقول بالشوكة والسكينة، كلها اتيكيت وذوق وأناقة، مش انتقالات عفوية. لا، دي مش انتقالات عفوية، دي انتقالات عارفة هتتنقل فين. برواية أخرى غير حفص، هي إيه أنا ما أعرفهاش، فاسألوا أهل الذكر، حد من أهل القراءات يقول لنا في التعليقات. بيسوي الجمهور على نار هادية والله. ويسألونك عن الروح.
كمان تدرس من السيكا الى الجهاركا على نفس الدرجة. نقلة تدرس نقلة في محلها. نستمع للموضع الأخير من نفس التلاوة ونشوف هيقول فيه إيه وهيودينا لفين. بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم انتقل الى مقام الصبا، بيمزج في الجمل دي بين البيات والصبا. هو مش مزيج بقدر ما هو بيبهم المقام، لانه بيقف على تلتته، ما بيروحش للرابعة كتير، فهو بيخليك محتار هو بياتي ولا صبا، لان البياتي والصبا مشتركين في اول ثلاث درجات، بيختلفوا عند الرابعة. فهو ساعات يلمس الرابعة طبيعية وساعات يلمس الرابعة نقصة نص درجة، يعني بيوديك من البياتي للصبا والعكس. فهو بيمزج البياتي مع الصبا في المقطع ده. صبا، يعني هو كان بيقرأ اللي فات صبا، واللي قاله دلوقتي باستنكار، يعني صبا وقفل سيكا، فطبعا كان متمكن جدا من اللي هو بيقوله. وطبعا يتضح لنا في التلاوة دي مدى تأثر الشيخ الطبلاوي بالشيخ هاشم هيبة، لأن طبعا الشيخ هاشم هيبة أقدم. طب هل الكلام ده قيل يعني على لسان الشيخ الطبلاوي؟ لا، الكلام ده بالجمل النغمية اللي أنا سمعها في الجهركة والصبا بالذات. هذه الجمل النغمية كان يعتمد عليها الشيخ الطبلاوي اعتمادا كبيرا في تلاوته. فهل كان يقصد أن يحاكي الشيخ هاشم هيبة؟ لا يقصد، لا أعرف،
لكن هذا ما نسمعه. فاللي عنده معلومة مؤكدة حول هذا الموضوع يفيدنا في التعليقات إن شاء الله، فكلنا هنا بنتعلم من بعض وبنتدارس مع بعض وبنسمع من بعض. يعني يمكن لو في ساحة تضمنا كسميعة نعمل البرنامج ده لايف بجمهور، نجيب الحاج اللابتوب بتاعنا والتلاوات ونقعد نسمع كلنا، واللي عنده معلومة حول التلاوة يقول. حلقتنا النهاردة خلصت، شكرا للأستاذ وليد مرة تانية على إهدائه هذه التلاوة لنا، ونلتقي إن شاء الله في قطفات قادمة. شكرا لكم، كان معكم أحمد شفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.